أنا حابب أقول إن إحنا كلنا مصريون قبل الأديان، مصريون بعد الأديان، مصريون في كل مكان وإلى آخر الزمان. مصر بلدنا كلنا، وحب مصر في قلبنا جوانا. وإحنا مش عايزين نقول كلام شعر وشعارات براقة وجميلة عن بلدنا، لكن أنا محتاج فعلا إن إحنا نعبر عن حبنا بالعمل أكتر من الكلام. أهمية الزيارة النهاردة وأهمية انعكاس هذه الزيارة على الشارع المصري والعلاقة بين المسلمين والمسلمين. مصر كلها بتشوف نموذج جميل لعلاقات المحبة اللي بتربط القيادات الدينية معا. مصر كلها أسرة واحدة عايشين طول عمرنا في محبة حقيقية. وأنا لسه كنت بقول لفضيلة المفتي والوفد كله تعبير حتى هو يعني توقف عنده، بنقول إن الأعياد وهي مصدر للبهجة والفرحة واللقاءات العائلية ولقاءات مجتمعية، بقول الأفراح إذا وزعناها زادت، والأطراح إذا اقتسمناها زالت. فمهم جدا في أعيادنا وفي أفراحنا نوزعها على بعضينا تزيد. عايزين مصر تبقى أكثر استقرارا وازدهارا وتنمية ونجاحا بفضل فعلا القيادة السياسية العظمى، سيادة الرئيس السيسي اللي بيقود البلاد إلى فعلا مستقبل أكثر إشراقا وإسماء.